اكرامه لنا. ابتديتي عندك كام سنه؟ واشمعنى المواي تاي اصلا؟ يعني عرفتيها ازاي؟ عرفتي عنها ازاي اصلا؟ احب اواجه السؤال ده الكابتن محمد. لا انا عايزه اساعدك انت اللي تجاوبيني، انا اللي بواجه. لا جاوبيني. هو انا كنت بلعب فيتنس وكده، تمام. انا من صغري من انا ثالثه ابتدائي بلعب رياضه وكده، اوكي. فحبيتها ان هي فيها عنف شويه، فطلعت جربت، طلعت في 2019 بطولة العرب. انا كنت طالعه قلقانه، وكان اول مره اشارك اصلا في بطوله دوليه، كانت اول بطوله دوليه ليا. اول ماتش كان قلبي دم 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 كده قبل ما اطلع. اه طبعا. هو طلعت اول ماتش لعبت مع الاردن وقعدت قضيه، وبعد كده لعبت مع المغرب، وبعد كده كسبت الحمد لله. وبعد كده تاني يوم لعبت مع تونس وخدت اول. كانت فرحتي باول ميداليه دي جبتها غير اي ميداليه تانية. بس انت رياضه من 3 سنين، المواي تاي تحديدا كام سنه؟ انت ناسيه ولا ايه؟ 10 سنين. كانت كام سنه يا كابتن محمد لما ابتدت في المواي تاي؟ هي اكرام ما شاء الله عليها بطله، كمان المقاومات بتاعتها في الرياضه ما شاء الله اطرافها طويله. كمان اكرام شجاعه ما شاء الله عليها، بتقدر تنافس في الالعاب التنافسيه كويس. هي كرام موجودة معنا في المواي تاي بقى حوالي 5 سنين دلوقتي، بس حققت إنجاز جميل، أو هي ابتدت الإنجاز أصلا. عندها حماس مش موجود عند الرجالة. حلو حلو. عندها حماس ووطنية، وحتى لما تشوفي والنشيد الوطني بيتعزف وهي بتقول بلادي بلادي وصوتها مغطي على المذيعين و لا هي اكرام كاريزما جامده قوي الصراحه. انتوا عاملين شغل عالي واضح كده. واحنا مش داريانين.